bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. Here, I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free.
هذه هي بحيرة أونتاريو. بحيرة أونتاريو من البحيرات العظمى الخمس في أمريكا الشمالية، يعني يحيط بها يعني من الشمال والغرب والجنوب الغربي مقاطعة أونتاريو الكندية، ومن الجنوب والشرق ولاية نيويورك الأمريكية. طبعا بحيرة كبيرة، بحيرة عملاقة، يعني تحت دولتين، يعني إحدى البحيرات الخمس العظمى في أمريكا الشمالية. يا حبيبي لك الوزة، هالأوز لحظة يا ماما، لحظة يا بابا. شوف الآن شاهدنا الأوز، بعدين بيشغلنا بيشغل شل الغضاء حق المطر، بعدين يلا حاضر. أهم شيء أكشف لها الغضاء حق المطار، حق العربية، حق العربة، عشان تشوف شيء، تشوف البجع، البجع، شيء تشوف البجع. تعال شوف من هنا، سبحان الله. أنا مطر الدنيا متمطر، ولكن ظلينا أكثر، بس كفي. نحن شفنا الحياة البرية هنا في البحيرة، والله موقع سبحان الله، يعني منظر خيالي.
وهكذا انتهت رحلتنا في حديقة باي فرونت بارك وبحيرة أونتاريو. نتمنى أنه الإعجاب يكون الفيديو نال إعجابكم. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.